السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا ومرحبا بكم ومع درس جديد من دروس مادة التاريخ القطري، ألا وهو قطر وجامعة الدول العربية. يظهر أمامكم أبنائي وبناتي شعار جامعة الدول العربية، كما يظهر أمامكم صورة لاجتماعات جامعة الدول العربية، وأيضا هذه صورة لأعلام الدول المستظلة بظل جامعة الدول العربية. وقبل أن نبدأ في درسنا، ينبغي علينا أن نقرأ هذه الأسئلة جيدا، والتي سنقوم عبر عرض درس اليوم بالإجابة عنها. ما هي جامعة الدول العربية؟ ومتى نشأت؟ وما أهدافها؟ ما هي جامعة الدول العربية؟ جامعة الدول العربية هي رابطة تجمع البلدان التي تتحدث شعوبها اللغة العربية. تجمع البلدان التي تتحدث شعوبها اللغة العربية، فالشعب القطري مثلا يتكلم باللسان العربي، فقطر ضمن جامعة الدول العربية. مصر شعبها يتحدث اللسان العربي، فهو ضمن جامعة الدول العربية. مصر ضمن جامعة الدول العربية، وكذلك المملكة العربية السعودية وبقية البلدان التي تتحدث اللسان العربي. هذه الجامعة تعمل على توثيق الصلات بين هذه البلدان، توثيق الصلات بين قطر ومصر والسعودية والكويت وبقية الدول التي تتحدث باللسان العربي، وذلك من أجل تحقيق التعاون الجماعي. معلوم أن التعاون الجماعي يثمر بشكل أكبر من العمل الفردي. وأيضا هذه الجامعة تعمل على تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، وهكذا. متى نشأت؟ وكيف نشأت؟ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حاولت الدول الاستعمارية أن تتخلى عن وعودها بمنح الاستقلال للدول العربية. حاولت أن تتخلى عن هذه الوعود، وكان الرأي العربي وقتها قد تهيأ لقيام وحدة عربية. توجه بالفعل رئيس وزراء مصر، واحفظوا هذا الاسم جيدا، مصطفى النحاس باشا، عام 1944، توجه بدعوة إلى الحكومات العربية للاشتراك في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام. وبدأت اللجنة أعمالها في الإسكندرية في سبتمبر عام 1944. استطاع المشاركون أن يتوصلوا إلى عدة قرارات، هذه القرارات تعد في مضمونها الوثيقة الأولى واللبنة الأولى لجامعة الدول العربية. لكل منظمة ولكل جامعة أهداف، فما أهداف جامعة الدول العربية؟ تهدف هذه الجامعة إلى مساعدة الأقطار العربية غير المستقلة
كي تحصل على استقلالها، وأيضا تهدف إلى الحفاظ على استقلال الدول العربية واحترام سيادتها، كما تهدف أيضا إلى حل المنازعات التي قد تنشأ لا قدر الله بين الدول الأعضاء. تهدف أيضا إلى تحقيق التعاون العربي بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية. هل لقطر دور في جامعة الدول العربية؟ بالتأكيد، قطر تشجع كافة الجهود، هذا دأب قطر، تشجع كافة الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لتصفية الأجواء. نريد أن نصفي الأجواء من كل خلافات، وأيضا تحقيق المصالحة. منذ أن دخلت قطر الجامعة عام 71، كما تدعم قطر عملية السلام في الشرق الأوسط، وهذا دأبها صراحة، وتتسم علاقات قطر بالترابط والتعاون مع جميع الدول العربية، فقد اتخذت قطر عددا من المواقف المؤثرة التي ساهمت في دعم الدول العربية وتشكيل مواقفها تجاه قضاياها السياسية الهامة. ولعبت قطر دورا فاعلا في صناعة مستقبل جديد لتلك الدول، تحقيقا للمصالح العربية المشتركة. فكانت قطر داعمة للثورة في اليمن، وكانت قطر مساندة للثورة الليبية التي حصلت على انتصارها، ظلت تساند الثورة الليبية إلى حين انتصارها، وما زالت تؤيد قطر الشعب السوري كي ينال حريته ومطالبه. لقد لعبت قطر دورا بارزا في توحيد الصف الفلسطيني وتحقيق التوافق بين الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي والعيني من مساعدات غذائية وطبية للفلسطينيين، والعمل على فك الحصار عن غزة. أسأل الله عز وجل أن يحرر أراضي المسلمين من قبضة أعداء الأمة والدين اليهود. أبنائي وبناتي، بعد أن استمعنا لدرس اليوم، هيا بنا كي نقوم بالإجابة عن هذه الأسئلة. أكمل العبارات الآتية. توجه من؟ تذكروا معي، من الذي توجه بدعوة إلى الحكومات العربية كي تشترك في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام؟ فكروا معي، هل كان وزيرا أم كان رئيسا للوزراء؟ وإذا كان رئيس وزراء، فرئيس وزراء أي دولة وفي أي عام؟ تذكروا معي، إنه رئيس وزراء مصر مصطفى باشا النحاس عام 1944. توجه رئيس الوزراء مصطفى النحاس باشا، توجه بدعوة إلى الحكومات العربية للاشتراك في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام. ب. بدأت اللجنة التحضيرية أعمالها في أي مدينة؟ في مدينة القاهرة، في مدينة الدوحة، في مدينة الرباط، في مدينة دمشق، في أي مدينة؟ تذكروا معي،
في مدينة الإسكندرية. أحسنتم، في سبتمبر من نفس العام الذي وجه فيه الدعوة، عام 1944. كما قلت لكم، لكل منظمة ولكل جامعة أهداف. فما أهداف جامعة الدول العربية؟ نريد هدفين فقط: الحفاظ، تهدف إلى الحفاظ على استقلال الدول العربية واحترام سيادتها، كما تهدف أيضا إلى حل المنازعات التي قد تنشأ لا قدر الله بين الدول الأعضاء. أبنائي وبناتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم. أتوجه لكم جميعا بخالص التحية. كان معكم أستاذكم صلاح العشماوي، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.